السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما. هنتكلم النهاردة عن خاصية جديدة بنسميها مولر ماس أو الكتلة المولارية. في البداية لازم نكون عارفين إن مولر ماس دي خاصية انتنسيف، يعني لا تعتمد على كمية المادة، بمعنى آخر هي خاصية مميزة للمواد، كل مادة بيكون لها قيمة خاصة بيها. في نفس الوقت احنا عارفين ان مولر ماس نظريا بنقدر ان احنا نعينها عن طريق ان احنا بنجمع اتوميك ماسز او الكتل الذرية للعناصر اللي بتكون المادة بتاعتي، لكن النهاردة بقى عندنا قصة مختلفة وعايزين نعرف ازاي عمليا اقدر ان انا اتأكد او ان انا اعين الكتلة المولارية لمادة ما. هدف تجربة النهاردة ان احنا نبدأ نعين الكتلة المولارية لفولاتايل ليكويد او سائل متطاير زي سايكلوهكسان باستخدام قانون بنسميه Ideal Gas Equation أو قانون الغازات المثالية. واحدة واحدة كده، الأول نعرف يعني إيه Volatile Liquid أو سائل متطاير. ده سائل بطبيعته عند درجة حرارة الغرفة وبدون أي تسخين بيبدأ يتحول من Liquid إلى Gas. طيب إيه هو بقى Ideal Gas Equation؟ ده قانون من أهم القوانين المرتبطة بالغازات. هنبدأ دلوقتي نستنتجه مع بعض ونشوف ازاي نقدر ان احنا نجيب منه او نحسب منه القيمه بتاعت مولر ماس لفولاتايل ليكويد زي اللي احنا شغالين عليه اللي هو سايكلوهكسان. في البدايه لازم نعرف مقدمه كده. بيقول لي في المقدمه دي ان سلوك الغازات المثاليه بيعتمد على اربع متغيرات اللي هم بريشر الضغط، فوليوم الحجم، تمبريتشر درجه الحراره، واماونت اور نمبر اوف مولز كميه او عدد مولات المادة بتاعتي. الاستنتاج بتاع قانون الغازات المثالية معتمد على ثلاث قوانين أساسية في الغازات. أول قانون لعالم اسمه بويل، العالم ده قدر يتوصل لأن حجم أي غاز بيتناسب عكسيا مع ضغطه عند ثبوت باقي العوامل، طبعا باقي العوامل اللي هي المقصود بيها درجة الحرارة وعدد مولات الغاز. في نفس الوقت القانون الثاني العالم اسمه تشارل ده توصل لأن حجم الغاز يتناسب طرديا مع درجة حرارته عند ثبوت باقي العوامل. عالم ثالث اسمه أفوجادرو حط لي علاقة برضه وقال لي إن حجم الغاز يتناسب طرديا مع عدد مولاته أو كمية الغاز عند ثبوت باقي العوامل. لو جمعنا الثلاث علاقات دول مع بعض هنلاقي إن الحجم كده هيتناسب طرديا مع T في N على P. لو شلنا علامة التناسب وحطينا ثابت وليكن capital R هنتوصل للعلاقة النهائية بتاعتنا اللي هي PV تساوي NRT، وهو ده قانون الغازات المثالية. لو جينا نعرف المتغيرات الموجودة في قانون الغازات المثالية، فمبدئيا P هو ضغط الغاز والوحدة اللي بتعبر عنه هي اتموسفير أو الضغط الجوي، V هو حجم الغاز والوحدة اللي بتعبر عنه هي اللتر، N هو عدد مولات الغاز والواحد اللي بتعبر عنه طبعا مول، T هي absolute temperature أو درجة الحرارة المطلقة طبعا بنعبر عنها بالكلفن، و R طبعا هو ثابت بنسميه الثابت العام للغازات قيمته 82 من 1000 لتر في أتموسفير على مول في كلفن. القيمة بتاعت الثابت العام للغازات نقدر إن احنا نعينها باستخدام قانون للعالم أفوجادرو. القانون ده مهم جدا، بيقول لي ان واحد مول من اي غاز مثالي عنده الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة اللي هي بنسميها STP Standard Temperature and Pressure، الواحد مول ده بيشغل حجم ثابت مقداره 22.4 من 10 لتر، بما ان ده حجم واحد مول فبنسميه مولر فوليوم. لو حبينا نحسب القيمة الرقمية للثابت العام للغازات فده هيتم بالاستعانة بقانون الغازات المثالية، بحيث ان احنا نخلي R لوحدها في طرف وباقي العوامل في الطرف الاخر، وهنعوض بالقيم اللي قلناها من شوية بحيث ان الضغط هو ضغط قياسي طبعا 1 اتموسفير، الحجم هو 22.4 من 10 لتر، عدد المولات هو 1 مول، ودرجة الحرارة هي درجة الحرارة القياسية 273 كلفن. لو عملنا العملية دي على الكالكوليتر هيطلع عندي ان الثابت العام للغازات قيمته 82 من 1000 لتر في اتموسفير على مول في كلفن، طبعا اليونت دي جبناها من القانون اللي احنا عوضنا فيه دلوقتي. طيب لو رجعنا تاني لقانون الغازات المثالية، في عندي متغير اللي هو عدد المولات small n. عدد المولات دي ممكن ان انا ابسطها الى ماس او كتلة المادة على مولر ماس اللي هي الكتلة المولارية للمادة. لو عوضنا بالكلام ده في قانون الغازات المثالية هنتوصل لان
PV تساوي small m على capital M في R في T. لو ادينا capital M في طرف لوحدها وقعدنا ترتيب المقدار ده، طبعا capital M دي بتمثل الكتلة المدارية اللي انا عاوز اعينها عمليا، ففي النهاية هيطلع ان capital M تساوي small m في R T على PV. يبقى انا دلوقتي عايز اعرف، او لازم نبقى عارفين ان القانون ده هو اللي هعتمد عليه عمليا في تعيين الكتلة المدارية للهكسان الحلقي. بس مين من المتغيرات دي انا عارفه من قبل ما ابدأ التجربة، ومين انا محتاج اعينه من التجربة؟ خلي بالك من نقطة، القانون ده قانون ينطبق على الغازات، إنما الهكسان الحلقي أنا قدامي موجود كسائل. يبقى أنا عشان أقدر أطبق القانون ده لازم أحول الهكسان الحلقي من سائل إلى غاز، وده هيتم عندي عند درجة حرارة بسميها درجة الغليان أو boiling point. طيب، يبقى مبدئيا من المتغيرات دي ناخدها واحدة واحدة. small m أو كتلة الغاز دي حاجة أنا محتاج أعينها عمليا بعد ما أحول زي ما اتفقنا السايكل الإنسان من ليكويد إلى غاز. R ده الثابت العام للغازات، ده قيمته معلومة. T هي درجة غليان السايكل الإنسان اللي هي 80 درجة سيليزية، وطبعا هحولها إلى كلفن لما أجي أعوض. كل ده مقسوم على P اللي هو الضغط اللي أنا هشتغل عنده التجربة، طبعا الضغط القياسي 1 أتموسفير، و V ده حجم الكونيكال فلاسك أو الدرق المخروطي اللي أنا هحطه جواه السائل وأحوله إلى غاز. لو قسمنا عندي من العلاقة دي الكتلة على الحجم، ده هيبدأ يديني متغير بسميه density أو كثافة الغاز، بحيث إن مولر ماس هتساوي DRT على P. هنا بيقول لي إن السايكلوهكسان في الحالة السائلة لازم إن أنا أبدأ أحوله إلى فيبر أو غاز، وده هيتم زي ما اتفقنا عند درجة بسميها درجة الغليان العادية اللي هي 80 درجة سيليزية زي ما اتفقنا عند الضغط الجوي. تعريف درجة الغليان العادية هي درجة، لو هي الدرجة اللي عندها الضغط البخاري للمادة يتساوى مع الضغط الجوي. بالراحة كده، ايه الضغط البخاري ده؟ السايكلوهكسان او اي ليكويد بصفة عامة بيكون في جزء منه موجود في صورة غاز عند الظروف العادية. جزيئات الغاز اللي بتقدر انها تهرب من الحالة السائلة الى الحالة الغازية دي بتبدأ تكون لي مقدار من الضغط نتيجة للتصادم بينها وبين بعضها. الضغط ده هو اللي بسميه vapor pressure. طيب، ازاي بيحصل غليان المادة؟ مبدئيا المادة بتظل موجودة في الصورة السائلة طالما ان الضغط الجوي اكبر من الضغط البخاري للسائل بتاعي. بمجرد ما ببدأ أسخن السائل بتاعي تدريجيا بيبدأ يزيد عدد الجزيئات اللي قدرت إنها تهرب من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، ومع زيادة عدد الجزيئات ده بيبدأ تدريجيا يزيد قيمة vapor pressure أو الضغط البخاري، يفضل يزيد يزيد لحد ما يوصل عند لحظة يتعادل فيها مع الضغط الجوي. عند اللحظة دي، اللحظة دي هي اللي بسميها درجة الغليان، بيبدأ جزيئات السائل عندها مقدرة بقى إنها تتحول بحرية من سائل إلى غاز. يبقى ده معنى درجة غليان المادة. عايزين بقى دلوقتي نبدأ نشوف ايه هي الأدوات اللي احنا محتاجينها في تجربتنا، وازاي هتكون البروسيجر أو الخطوات بتاعة التجربة. الأبريتس أو الأدوات في البداية محتاجين كونيكال فلاسك، دورق مخروطي، محتاجين ستوبر كونكتد تو أ جلاس تيوب، يعني سدادة متوصل فيها أنبوبة زجاجية، محتاجين رابر بامب يعني مضخة من المطاط، محتاجين كليبس، كليبس اللي هو المشبك بتاع الورق، ووتر باس يعني حمام مائي، وفولاتايل ليكويد طبعا سايكلوكسان هو المادة اللي انا هبدأ ان انا اعين المولر ماس ليها. خطوات التجربة بالترتيب، اول خطوة هبدأ ان انا طبعا بعد ما اغسل الجلاس وير بتاعتي او الكونيكال فلاسك تحديدا هبدأ ان انا اجففه في الفرن او بنسميه اوفن. بعد كده، بعد ما بجففه هبدأ ان انا اوصل فيه السدادة اللي متوصل فيها طبعا الانبوبة الزجاجية. باستخدام عندي رابر بامب او المضخة المطاطية هبدأ ان انا افرغ الهواء اللي موجود داخل الكونيكال فلاسك بتاعي. ما تنساش الكونيكال فلاسك دي كمان شوية انا هحط فيه الهكسان الحلقي كسائل وهبدأ احوله الى غاز، فبالتالي انا عاوز الغاز الوحيد اللي يكون موجود داخل الكونيكال فلاسك هو الهكسان الحلقي. فعشان كده بنبدأ دلوقتي ان احنا نفرغ اي هواء موجود عندي داخل الكونيكال فلاسك. هبدأ افرغ باستخدام الرابر بامب الهواء اللي موجود جوه الكونيكال فلاسك كذا مرة، وبعد كده هبدأ اقفل عندي
الرابر تيوب اللي متوصله عندي في الاستوبر بالمشبك، وهروح اعين كتله السيستم بتاعي ده على بعضه كده طبعا وهو فارغ لسه ما حطيتش فيه الهكسان الحلقي. هسمي الكتله دي وليكن M1. الخطوه الرابعه هنبدا ننزع السداده والمشبك، وهنضيف 1.5 مللي من سائل الهكسان الحلقي باستخدام بيبت او المص. بعد كده هنرجع نقفل الكونيكال فلاسك بتاعنا باستخدام السدادة، ولكن هنستغنى عن الكليبس بشكل مؤقت وهنعرف ليه كمان شوية. هبدأ ان انا اثبت الدورق المخروطي بتاعي في حامل معدني، وهحطه عندي داخل ووتر باس او حمام مائي. الحمام المائي ده هبدأ ان انا اسخن عندي الحمام المائي ده طبعا زي ما قلت زي ما اتفقنا من غير ما نستعمل الكليبس. طبعا هنا المفروض احنا عارفين ان هيبدأ السائل اللي موجود تدريجيا يتحول الى غاز. لو ضفنا عندنا او خلينا الكليبس موجود ده هيخلي عندي فيه احتماليه، لان مع زياده درجه الحراره وزياده الضغط داخل الكونيكال فلاسك ان هو يبدا ينفجر، فبنبدا نشيل الكليبس بشكل مؤقت عشان نمنع ان ده يحصل. هبدا بعد كده اتابع زياده درجه الحراره مع التسخين لحد طبعا ما توصل لدرجه حراره 80 ويبدا السائل بتاعي يتحول الى غاز. طبعا ده بيتم في لحظات مش بيستغرق وقت طويل. بمجرد عندي ما الاقي 1.5 مللي من الهكسان الحلقي اختفوا، هبدأ بسرعة ان انا اقفل عندي الكليبس او هستعمل المشبك في ان انا اقفل التيوب بتاعتي، وهشيل عندي الكونيكال فلاسك من الحمام المائي وهسيبه عندي ان هو يبرد عند درجة حرارة الغرفة بقى العادية خلاص. وبعدين هاخد السيستم زي ما هو كده على بعضه وهو مقفول، وهرجع اوزنه تاني اجيب الكتلة بتاعت بقى الواحد ونص او بتاعت السيستم ككل بالإضافة إلى 1.5 مللي من السايكلوكسان بعد ما نحوله إلى غاز. يبقى أنا جبت من شوية كتلة السيستم وهو فارغ، دلوقتي جبت كتلة السيستم مع وجود الغاز اللي هو بيمثل الهكسان الحلقي. هبدأ إن أنا أطرح الكونتين بتوع الكتلة من بعض فأجيب كتلة كمية الهكسان الحلقي اللي أنا اشتغلت عليها التجربة بس. الخطوة رقم 10 هرجع ان انا او 9 و10 هبدا ان انا اعيد نفس الخطوات اللي فاتت تاني، وهعين كتله الغاز مره اخرى من باب ان انا اقلل نسبه الخطا في تعيين الكتله دي. بعد كده هبدا اجمع الداتا بتاعتي في جدول عشان اقدر اتوصل الى قيمه المولر ماس او الكتله المولاريه للهكسان الحلقي. هنجمع دلوقتي البيانات اللي احنا عارفينها والبيانات اللي حصلنا عليها من التجربه في الجدول اللي قدامنا. عندي الخانة بتاعت mass of gas، احنا اتفقنا ان كتلة الغاز عندي هتبقى هي عبارة عن الفرق بين M2 - M1 اللي هي كتلة السيستم زي ما اتفقنا وبعد ما حولت 1.5 مللي من الهكسان الحلقي الى غاز، ناقص كتلة السيستم وهو فارغ. بعد كده volume of gas، حجم الغاز بقى هيمثل ايه. احنا عارفين ان من خصائص الغازات ان الغاز بيشغل الحيز او حيز الاناء اللي موجود فيه، بمعنى الكونيكال فلاسك او الدرق المخروطي من جوه الجزء المتاح لتواجد الغاز فيه تقريبا بيمثل 310 مللي او 31% لتر. فاذا هعتمد ان هو ده حجم الغاز، لان الغاز طبعا ليه حريه الانتشار داخل الكونيكال فلاسك بتاعي. درجه الحراره اللي عندها يتحول الهكسان الحلقي من سائل الى غاز طبعا هي 80 زائد 273 عشان اخليها بالكلفن. الضغط اللي اشتغلنا عنده طبعا نورمال بريشر او الضغط العادي القياسي اللي هو 1 اتموسفير. الثابت اللي عامل الغازات حسبنا قيمته من شويه كانت 82 من 1000. بالتعويض في العلاقه بتاعتنا اللي قلناها ان مولر ماس يساوي MRT على PV، هنتوصل لحساب الكتله المولاريه للهكسان الحلقي. بكده نكون خلصنا تجربه النهارده. حسب لكم في الديسكريبشن لينك التجربتين اللي فاتوا اللي هم انتشار الغازات وتجربة التوتر السطحي عشان اللي ما شافهمش يرجع تاني ويشوفهم. ربنا يوفقكم بإذن الله، ونتقابل في آخر تجربة اللي هي تجربة pH أو الأس الهيدروجيني.